ديالنا بالنسبه للمقابله ديال الدفاع الحسني الجديد فهي كجميع المقابلات كنتمنوا ان نحققوا فيها واحد ثلاثه ديال النقاط اللي تخلينا نمشيو نسيروا مسار ديال البطوله بواحد الاريحيه. الحمد لله عندنا فريق في المستوى، خانتنا شويه النتائج ما حققناش مؤخرا، ما حققناش انتصارات، وكنتمنوا ان شاء الله هذه المقابله ديال الدفاع الحسني الجديد تكون هي البدايه واللاعبين ديالنا طامحين باش انهم يسيروا للامام. وكما قلت فاحنا عندنا فريق اللي استحق مكانه من احسن الفرق اللي هي في البطوله الوطنيه. وبالنسبه للمعنويات ديال اللاعبين فعادي، فاحنا هذه المرحله اللي كنمروا منها فاحنا سبقنا مرينا من الموسم الفارط، يعني ما كاين زعما علينا شي ضغط ولا شي حاجه الحمد لله. فاحنا عارف ان شاء الله ان اللي ماجي غيكون احسن ان شاء الله، ولنا الثقه الكامله في اللاعبين ديالنا ولا في الجمهور ديالنا انه غيساندنا لاخر رمق، ولا في المكتب المسير ديالنا اللي ديما مساندنا في جميع المباريات. وكنتمنوا اننا نكون عند حسن الظن ديالهم، وكنطمن الجماهير ان الفريق فهو في احسن على احسن ما يرام. اي هو خلنا شويه الحظ في المقابلات اللي لعبناهم ديال البطوله، وكنتمنوا ان شاء الله المقابلات اللي ماجين نكونوا عند حسن الظن ديالكم.